يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة، يا رب تستمتعوا. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وحطوا لي كومنتات لطيفة زيكم. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ القصة. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعوا لوالدي بالرحمة، الله يرحمه ويغفر له. تقول صاحبة القصة: أنا بنت، يوم كان عمري 16 سنة انجبرت على الزواج من رجال مطلق وعقيم، لأن الحالة المادية لعائلتي كانت سيئة فباعوني له بدون تفكير مقابل مهر ضخم أخذوه وما شفت منه شيء. زوجي هذا كان ثري جدا واتطلقت زوجته منه بعد ما عرفت إنه عقيم. المهم تزوجته وأنا دموعي على خدي، والأسوأ كان عنيف ومريض نفسي ودائما يشتمني ويضربني لدرجة إني صرت أدعي الله يموتني في كل صلاة أصليها، وكل هذا في أول سنة بس. أنا كان حلمي أكمل دراستي وأتخصص في الصيدلة وأفتح شركتي الخاصة، لكن أهلي دمروه تماما بسبب طمعهم. وفي ليلة من الليالي تعبت مرة وكالعادة رفض يوديني المستشفى، فقررت إني أروح بنفسي لأقرب مستوصف وأنا رجولي ما تشيلني من التعب. عملوا لي بعض الفحوصات واكتشفت إني حامل. إي نعم حامل، دموعي تنزل لا شعوريا. الممرضة تحسبني أبكي من الفرحة، لكن الصدق إنها ما تدري إنه أسوأ خبر بالنسبة لي، وكأنهم حكموا علي بالإعدام. اتصلوا علي وجاء وكانت عيونه حمرة من العصبية وقام يضربني ضرب مبرح لأني يحسب إني خنته، وأنا والله إني ما خنته. لين تدخلوا الأطباء والممرضين وشالوه عني. بعدها اتصل على أهلي عشان ياخذوا هذه العاهرة اللي هي أنا. جاء أبوي ومعه أمي تبكي لأني جبت لهم العار، وأحلف بالله وبكل أسمائه إني ما خنته ولا حتى فكرت بالخيانة، وحلفت له إذا ولدت ما تطابق الحمض النووي في دمي حلال لهم، وحتى لو قتلوني ما أمانع. هيدي شوي وقرر يعطيني مهلة 8 شهور لأني ما اكتشفت حملي إلا بعد ما مر عليه شهر، وهذه 8 شهور هي بتقرر هل أموت أو أعيش. أخذوني أهلي معاهم وكنت أقضي كل الأيام وأنا أحلف لهم إني طفل من زوجي. تدهورت حالتي النفسية والجسدية وصابني اكتئاب حاد وهلوسة واستفراغ مستمر، لين نزل وزني وصرت شاحبة شحوب الأموات. وجاء اليوم الموعود والحكم مع أهلي وزوجي وأهله، وما في شك إنه السكين كان جاهز عشان ينحروني في حال طلع المولود مو من زوجي. وولدت الطفل بالسلامة وكان ولد، وعلى طول طلب أبو زوجي ينعمل له التحليل وتطابق طبعا. فرحوا أهلي بالنتيجة، لكن زوجي وأهله لسه مو مقتنعين، وقرروا ياخذوا المولود لعدة مختبرات طبية ومستشفيات، لكن النتيجة واحدة: الابن ابنك. بكى أبوه وبكت أمه من الفرحة وحتى هو، وانقلب إنسان ثاني. والفرحة مو سايعة العائلتين إلا أنا، مات فيني كل شيء وما أحس إلا بالقهر والذل، حتى الطفل ما أحس إنه طفلي، أحسه مجرد لعنة خرجت من جوف هذا الرجال. كرهته واحتقرته وكنت أسأل الله الموت في المشفى ولا إني أرجع. كرهت زوجي ووحشيته وأهلي وماديتهم وكل شيء. أهل زوجي ترجوني أرضع هذا المولود وأنا متقرفة منه، بس غصبت نفسي ورضعته. هو بالنسبة لهم طفل معجزة ووريثهم، بس أنا لا، ما يعني لي شيء أبدا، لأنه جاء نتيجة اعتداء وحشي وما كان من حب أو مودة ورحمة، وأحس إنه كل المشاعر السلبية تجمعت فيه. رجعت لبيت وأنا جثة هامدة، رغم إنهم مزينين البيت والفرحة تملأ المكان حولي، إلا إني أشوف كل شيء رمادي ومظلم ومقزز. أبو زوجي احتفل بحفيده من ابنه الوحيد، والأول مرة يناديني بنتي، وهو اللي توعد إنه يكسر رقبتي وأنا حامل إذا طلع الطفل مو من ولده. تقلب مواقفهم خلتني أحس بالجنون، ووصلت لمرحلة إني أتكلم مع نفسي. حالتي العقلية تدهورت وكل هذا وأنا لسه ما بلغت سن 18 سنة. مرة سمعت أمه وأخته يتكلموا ويخططوا يعزموا وحدة وإنها لازم تجي، عرفت بعدها إنها طليقته واللي هي قريبته في نفس الوقت. طبعا يبغوا يعزموها عشان يشمتوا فيها، وعرفت كمان إنه زوجي كان يعشقها ويدلعها ويعيشها ملكة، وتحطم لما تركته وكره النساء بسببها. أشوف الحزن في عيونه لما تجي سيرتها، أكرهها وأحسدها في نفس الوقت. أحسدها لأنها قدرت تهرب من هذا الوحش، وأكرهها لأنها سبب في تحوله للوحش اللي دمر روحي وحرقها وحولها الرماد ما أغار عليه منها أبدا لأني ما أحبه. المهم شفتها كانت جميلة وطالعتني بحقد، ما تدري إني مستعدة أتخلى لها عنه وعن هذا الطفل. رجعت حياتنا الزوجية وما صار يعنفني أو يصرخ علي،
تحول وصار كل همه طفله اللي يعامله معاملة ما قد شفتها منه. عرفت إني ترقيت من رتبة الجارية الذليلة المهانة إلى أم الولد وأم الوريث. مرضت ودخلت في حالة اكتئاب حاد، تمر أيام وما أتكلم فيها، وأحيانا أهلوس وأتكلم مع نفسي. وكونت شخصية ثانية في خيالي، شخصية قوية ومستقلة، دخلت كلية الصيدلة وحققت حلمي اللي انأخذ مني غصبا عني. هو لاحظ علي التغير، ويمكن شافني أتكلم مع شخصيتي الخيالية اللي كونتها بنفسي عشان أحافظ على اللي بيجيلي من عقلي وعشان أهرب من الواقع. شكله شفق علي فزاد مصروفي وصار يتكلم معايا كإنسان، لكني ما أسمع صوته، ما يوصلني. حاولت أموت نفسي في لحظة جنون، بس أسعفني وجو أهلي يبكون. يبكون على مين؟ على بقايا إنساني اللي اجتمعوا كلهم وذبحوه زي الذبيحة. المهم بعد ما تحسنت حالة أهلي المادية وفتحوا تجارة بفلوس المهر ووسطات زوجي، قلت لأول مرة وأنا صادقة مع نفسي أبغى أتطلق أو أقتل نفسي. وتسألني أمي وولدك؟ أقول لها ما عندي ولد. إيه نعم، ما أحس بأي مشاعر حب تجاهه، رغم إني أعرف إنه ما له ذنب، لكن ما أقدر أجبر نفسي إني أحبه. كذب من قال كل أم تحب طفلها، لأني مو منهم. وعلمت زوجي بقراري، عصب ورفض. مو محبة فيني؟ لا، لأنه ما يبغى يتربى ابنه بدون أم، وخايف إني أخذ الولد منه. وعلمته إني ما راح أخذ الطفل، وإنه إذا ما طلقني راح أخلعه بيوم من الأيام. فالأفضل إنه يطلقني الآن عشان الطفل ما يتأثر بغيابي، لأنه لسه صغير. سألني بكل برود، ما عندك مشاعر؟ مو المفروض تضحي عشان ابنك؟ بس أنت تتخلين عنه بكل سهولة. ويقول إنه منحوس من ناحية زوجاته، الأولى تترك الحب والهيام والثراء عشان طفل، والثاني تترك طفلها وثراءها عشان ترجع للحضيض. وفي هذه اللحظة تلفت أعصابي وصرت أضحك بطريقة هستيرية، وصرخت وقلت أنا إذا فقدت مشاعري فكل هذا بسبب كلب خصيص مثلك ما ينتمي للإنسانية، ويظن أن الدنيا تدور حوله لأن شخص واحد أذى مشاعرك. صرت تعذبني وأنا مالي ذنب، وتشوف مشاعرك أهم من مشاعري، وتستغل ضعفي عشان تعالج جنونك وعقدك النفسية، بعدها تلعب دور الضحية. كيف أحب مخلوق منك؟ مستحيل. أنت ما تبغى؟ أهو خلاص خذه واتركني. وخرجت من عنده حتى ما لميت أغراضي. هنا أهلي تيقنوا وتقبلوا الموضوع وقرروا يتركوني بحالي، خاصة إنهم خلاص جمعوا الغنيمة اللي يبغوها من زواجي. وبعد شهر أرسل ورقة طلاقي. بعد العدة داومت على العيادات النفسية عشان أتعالج من الضرر العقلي اللي سببه لي، وحاولت أقوي علاقتي بالله وتحسنت نفسيتي، وحسيت إني استعدت نفسيتي، وقررت أدخل الجامعة وأحقق هدفي وهو دراسة الصيدلة. مرت سنة على هذا الحال، وأمي بدأت تسألني ما تبغى تشوفي ولدك؟ والغريب إنه ما يخطر على بالي أبدا ولا أشيل همه. أقاربي يشوفوني وحش، ما يدرون بالجحيم اللي مريت فيه، ويشوفوني الجاحدة اللي تركت الثراء والذرية، والأم الحقيرة اللي تنازلت عن ابنها بدون تفكير. وفي الصيف رحنا نزور جدي وجدتي في محافظة تانية. وقتها قررت أعيش معاهم بعيد عن البيئة السامة، حتى أهلي أكرههم. بعدها بدأت دراسة التحضيري أو التوجيهي، وجبت فيها معدل مناسب للصيدلة. فرحت فرحة من سنين ما فرحت زيها، والآن أنا في السنة الثانية. جاني طالب ماجستير وطلب مني الزواج، فرفضت تماما لأنه مستحيل أتزوج أو أخلف بعد كده طول حياتي. ووصلت معايا إني أنغث من الأطفال وانزعج من أصواتهم، صار عندي رهاب من الرجال لدرجة ما أقدر أجلس في مكان مع رجال بدون ما يكون في معانا بنت ثانية. أبغى السلام النفسي والسعادة بعد كل هذا، سعادة ما فيها رجل أو طفل. حتى جدتي تلومني تقول ما في شيء يسعد الأم إلا إنه يكون طفلها في حضنها وإنتي تعيسة، ليش ما يخلوني في حالي؟ والله إني ما أبغى ولا رح أكون سعيدة معه، ما في أحد بيفهمني، ماني عارفة إيش أسوي بهذا المجتمع اللي يرفض حقيقة إمرأة تركت طفلها بإرادتها، أو إمرأة مطلقة ما تجري في المحاكم تدور حق الحضانة، أو تصرخ في الليل لأنها مشتاقة لابنها. أنا ما أتمنى له الشر، بالعكس أتمنى له السعادة كأي طفل في العالم، ولو أب يعشقه ويدلعه وفي بيئة ثرية، وسمعت إن جدته تهتم فيه وهذا يكفيه. أبغى أعيش حياتي بدون ما أتلقب بالشيطان اللي تخلت عن طفلها. كيف أعيش وأحقق سعادتي في هذا المجتمع؟ أسألكم بالله تساعدوني، هل خطأ إني أختار نفسي وحلمي على طفل ما أختار تخلفه؟ هل نفسي ما لها حق؟ ما أبغى منه يحبني أو يسامحني، وحتى حقوق الأم تنازلت عنها من دحين لأني أعرف إني ما أستحقها، وأتمنى للتوفيق والسعادة.
وبس والله انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة، وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام أو السناب، هحط لكم الرابط في صندوق الوصف.